حلاوتك ابو هيك. ضربه 100 100 يا جماعه. الله ينور عليك يا عز. مش عارف اصلكم بتفكر هناك. يلا يا جماعه تابعوا معانا. حبيبي ابو هيك. ماشي. طبعا يا جماعة كان ناس متابعها. طبعا دي يا جماعة بتبقى حلاوة روح، واخدة الطلقة سرقتها فجريت شوية ووقعت في مكان تاني. صباح الفل. فاشع قدامك اهي. فاشع يا جماعة وقعت محطتش ومت. لكم معانا يا جماعة. في واحد راح العمود اهي. الله ينور عليه. مسافة بعيد. كنت عايز اطلعها بره بس حصلته هي اللي باينة بس. ماشي. الله. في يا جماعة أمام عينك كمان أهي، بس ممكن تطير. تذبح يا أبو هيك. لكم معانا. الله ينور ابو هيك. صباح الفل. تسلم. حلقت في شجرة. ايه يا جماعة لكم يا ست. خش يا الله. الله. اوعى يلا. بص واحد بعده على السلك. يلا بس هدى الاول نذبحوه. الله ينور عليك. مسافة يا جماعة محترمة والله. 10 على 10. من على مسافة بعيدة يا جماعة. الكاميرا بتقرب الحاجة. الله ينور. الله. الله ينور عليك. أحلى أبو هيكل. خلص يا عم يلا. حلاوتك. الله ينور يا أبو هيكل. مزيج. الله. اي 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 بدلدلها تنزل اي. ضربها وقعت على مسافة بعيدة. حلاوتك يا ابو هيك. تحياتي للالماني عبد النبي طبعا من المكان اللي احنا فيه دلوقتي لسه معدي علينا. ممسي على عم عزيز النعماني. تحياتي. الله. الله.
والله يا جماعه طبعا الخرط ضربها من هنا من على راس العمود. الله الله ينور عليك يا ابو هيك. خد يا ابو هيك خش. الله يدور عليك. الله ضرب واحدة وواحدة وقعت يا جماعة. خش يا الله. بس تنزل بقى يا خال. ما نزلتش ليه؟ الله ينور عليك ابو هيكل ما شاء الله. تسلم. الله ينور يا عسل. ماشي اهو يا خالد. هتقدر اهو. ماشي يا عم. ماشي ماشي. وقعت وقعت في الحيطه مكان ما انت ضارب ديكها. اضرب دي بالمره بقى اخرى. الثانيه بقى. السلام عليكم. لا طب يلا خش بس. الله ينور عليك. مسافات يا جماعة جميلة والله. علي ابو هيكل الله ينور عليك. في واحدة يا جماعة اتعلقت في الشجر ديت بس هو مش عارف فين حتة. بسرعة تقع في الترع. سلام ورحمة الله. تعالى هنا يا خالد. لا نور عليك ابو هيك. تسلم. ابو القصة بمسي على الاستاذ عزيز النعماني سلطنة عمان. تحياتي لكل أهل عمان. ينور عليك. أنا يا جماعة أخش يجيب في الباب مفتوحة. ها وقعت أهي. وقعت بدماغها. ايه يا جماعة انتوا معايا. خش يا غنام. الله ينور عليك يا غنام. بس تعالي هنا. فين؟ ماشي. مد كان الناس دخل جاب قوي يا جماعة. طبعا يا جماعة أي مكان لازم نستأذن الأول من صحابه. لكم معانا عرس العمود يا جماعه. مساعد لي طب بتاخدك الناس هيضربها ضربه كمان. ضربه ضربه كمان. كسرت دايما الضربه بتاعت راس العمود دي بتحط مكانها يا جماعه. خليكم معانا يا جماعه. الله الله ينور عليك يا بابا. ضربه 100 100 نزلت مقفوله يا جماعه.
انتوا معانا يا جماعه. انتوا بضرب واحده وقعت جوه. هو الذكر وقع جوه. معلش يا جماعه، كنا عايزين نجيبه بره. الله يقع يرفع يا جماعه. ايه يا جماعه خليكم معايا.